بروكسل. حسب ما أعلن متحدث باسم الادعاء العام الفيدرالي، جاء توقيفه بعد مطاردة مكثفة في العاصمة بحثا عن المهاجم المسلح ببندقية رشاشة. وفي الأثناء أعلنت النيابة العامة وفاة مطلق النار المفترض في هجوم بروكسل بعد إصابته بنيران الشرطة. واضح دونك الهجوم اللي صار على مطور ضربوه لبس بالرونجي على مطور قتيله رغم اللي حاولوا يمنعوا هاي دونك اللي صار معناها الهجوم هذا اللي صار وقت مباراه بلجيكا والسويد في مباراه تصفيه بطوله امم اوروبا 2024، حاجه خلت المباراه تقف بعد قرار المنتخب السويدي بعدم استئناف الشوط الثاني بعد ما سمعوا بالحادثه. خلينا نسمعوا المتحدث باسم الادعاء العام البلجيكي إيريك فان دويس شنو قال بعد جوست ابري 19 اون اتاك الارم feu a visé trois personnes au croisement du boulevard Saint-Clet et du 9e de ligne dans le centre de Bruxelles. Deux des personnes visées sont décédées. La troisième, un chauffeur de taxi, serait désormais hors de danger. La phase d'urgence fédérale a été déclenchée ce lundi soir à 21h13 précisément. Au cours de la soirée, une revendication a effectivement été posée sur les réseaux sociaux et enregistrée par une personne se présentant comme l'assaillant. Celle-ci se dit inspirée par l'État islamique. Au cours de cette même revendication, la nationalité suédoise des victimes était évoqué comme motivation probable de l'acte. À ce stade, aucun élément n'indique un lien potentiel avec la situation israélo-palestinienne. واضح. دونك منفذ الهجوم اسمه عبد السلام بن جيلاني. حسب المعطيات الأولية. حسب المعطيات الأولية أكيد عمره 45 سنة تونسي الجنسية كان يقيم في بلجيكا بطريقة غير قانونية وحسب المعطيات اللي عنا هو أصيل منزل شاكر ومحكوم في قضية قتل عمده ب 22 سنة حتى العام 2029 لكنه هرب من الحبس في الثورة في جانفي 2011 وشارك في عمل هجرة غير نظامية لإيطاليا بعد ما مشى البلجيكي. عم ناول آخر مرة ترفضت له مطلب الاندماج باش ياخذ شهادة إقامة وكذا ترفضت له في بلجيكا، يعني لحد عام التالي نقولوا هو عادي ويظل معرس وعنده ولاد ولا اثنين ويحب ياخذ الإقامة. لكن نوفل بعد الهجوم هذا شنو مصير التوانسة اللي يعيشوا غادي؟ الحقيقة تواصلنا مع واحد من المقيمين في بلجيكا وحكي كيفاش كانت الأمور معاها اليوم، هات نسمعوا. اليوم مشيت بنتي وصلت بها حتى قلت لهم هي معناتها كما يقولوا التحيه ما رجعوش عليا، فهمت علاش المعامله كانت هكاك. طلعت في المترو ماشي للخدمه كيف في الطريق ما حب حتى واحد يقعد بحذاك. اول حاجه الساعه كي قعدت في الكرسي في المترو اللي قعد بحذايا ناض حول كان يحسسوك اللي هما معناتها احساس نتاع انسان خايف منك، انسان مفجوع منك، انسان مش حابك في البلاصه هذيك. كيف مشيت دخلت للخدمة أول واحدة سويدية عرضتني متعود أفدك معاهم، حتى في العادة نمشي للخدمة يفقدوني كان هات ما نخدمش نبدأ مرتاح ويفقدوني خاطرني ديما عامل جو في الخدمة ونضحك فيهم كل شيء. اليوم دخلت للخدمة أول واحدة عرضتني كما نقولوا قالت لي بالسويدية يافنا بتونيسيسكا معناتها أنتم الله ينعلكم معناتها. بعد تاني شعرت أن فما كره عندهم كره داخلي تحس من المعامله نتاعهم، عادي يحبوا يكلموك لا يفادوكوا معاك لا يضحكوا معاك كالعاده، حتى وقت الفطور متعودين ياكلوا معاك يقعدوا معاك في نفس الطاوله، اليوم ما قعد معاك حتى حد. هذا كل فجره العمال الذي نتاع الناس هذوما ما يمثلوناش، وانا نطالب كمواطن تونسي نطالب الدوله التونسيه انها على الاقل تتبرى من هذا الشخص وتعلن ان براءتها منها، فما على الاقل هنا القنصليه ولا السفير يتبرى من هذا الشخص على الاقل حتى يرجع لنا شويه كرامتنا لان ولينا منعوتين بالصباع. واضح دونك ردود فعل متوقعة في الايامات الاولى. شكون يحب يعلق على عمليه رجعوا هذا بطبيعه الحال لا يمثل لا المسلمين ولا يمثل التوانسه، هذا مجرم بطبيعته. داير تشوف الراجل قتل ارواح في تونس وهارب، معناه هو بطبيعته مجرم، معناه المجرمين هذوما فيهم معناه عندهم معناه من الجهل الشيء الكثير، معناه هذوما اكثريتهم تلقاهم جهال لا يعرف دين لا يعرف له متفقه في الدين لا يعرف حتى شيء، معناه كيكا نتاع جهل حاجة نتاع اجرام، هذا مش رهيب هذا مجرم ولا يمثلنا ولا يمثل تونس ولا يمثل التوانسة بارتو في العالم كامل. احنا معروفين احنا خاطينا معناها كيما نقولوا احنا كسيتنا بريود الحمد لله تعديت سميت علينا هذيك الوقت كانوا معنا او بيش الحمد لله تويكا احنا التوانسة شعب مسالم شعب بالعكس هذا اللي هو مجرم هو بطبيعته خرج من تونس قاتل الروح معناها ماهوش خرج من تونس ماشي يقرا ولا يجيب في سعدي ولا كيما قال بليل معناها ما لا كيما قال بليل سي بون لا عندي ملاحظه خلي يضيف بالك باش يضيف حاجه بالك باش يقول كيما قال بليل ولكن خرجوه من مخكم بليل قبلني هو خرجوه من مخكم يرحم والديك شنيول في وذنينا هاو في وذنينا شنيول ما يتنحاش حس شنيول ما يتنحاش
ما يتنحاش، هو فوبيا ركن لي هو ولا فوبيا. خذ راحتك. عجبني وائل جسار ستركتور نتاع المنتخب هي جلال القادري اي توت ليكيب. برافو وائل، خذيها منك راهي صديقنا. يلا يلا سعدي، قلت لك والله كيما قال خونا سفيان بكري معناها دونك ساعات الجهل يعمل بروحه حاجات معناها ما يعملهاش العدو بعدوه، معناها فهمتني؟ كني سمعت هالقول هذه قبل، يفعل الجهل بنفسه ما يفعل العدو بعدوه. احنا تونستها معناها ساعات ما سمعتهاش عن بليل. اهم حاجه نحب نقولها لك، نم باكر نقوم باكر. صحيح، اي نم باكر نقوم باكر، انا العقل سليم جسم سليم. يا ولدي الشخص هذا لا يعنينا لا يقرب بنا، له متاعنا، له من ديننا، له من اخلاقنا، له تونسي كوين كما يقولون تعرضك ويرموا المكازي وين جات والله قال يا ولد عمي جات مصاب نوف الخارجيه التونسيه تهبط بيان تدين فيه الشيء ذا وتتبرع طبعاً من في أسرع وقت. خطر احنا نعرف وزارة الخارجية متاعنا رأي مازال تحريات مازال مش رسمي انه تونسي وكذا، يلزم تخرج الأخبار رسمية. ما يسهل الحكاية واضح. وليد ما سألتكش رأيك. ما نحبش نعطي رأيك، لا ما حتى 50 ثانية. لا لا والله وليد يفعل جاهله بنفس المال يفعل وعده تحسك خايف مني والله يطمنك خليك مسؤول هكاك صدرك المولى. فما أخطاء أغسل لي فما زوز انه يعمل اخطاء ما تخافش. لحظه فما زوز انه يعمل اخطاء وليد سيبك من بليل. لا هاني فما زوز انه يعمل خطا فما خطا يمسك وفما خطا يمس الحصه يمسنا نحن اللي يمسك انك ما تعرفش ما تفهمش كذا امورك. اما الحصه بشوي متناقضه اليوم نقولوا نحبوا المقرونه وغدوه نحبوا الكسكسي. لا لا والله لا لا انا اللي نقرر شكرا. ولا المهم خلي مسيل شوف خلي يعطي رجع علاش قمع والله قمع والله قمع حتى صورته قدام المستمعين يجوني مساجات برشا كره اخر امي الاربع مستمعين نتاعك برشا تو في الكره قاعدين يتكلموا مش ما خليش يتكلم. يلا اوكي نزولا عند رغبه المستمعين الاعزاء اكيد نسمح لي وليد بالتحدث. نحن حبيت نقول للي السيده ذي ما مثلش التوانسه، التوانسه في العالم موجودين كما قلنا لحظه نكمل موجودين في بلايص مهمه، توانسه في العالم مخترعين، توانسه في العالم طب، توانسه في العالم معلمين مدرسين. لا ما قلتش انت قلت مدرسين ما قلتش خليني قاعد ما قلتش التوانسه شادين مناصب كبيره في العالم. وين سمي لي تونسي شاد منصب كبير في العالم؟ سمي لي مواطن برك اعطيني سمي لي او عنا مازلنا خذينا جائزه نوبل للسلام. ايش كون وشنو المنصب؟ الفيزياء سلام الفيزياء كيمياء. اعطيني شو اسمه وش يخدم؟ حكينا عليه بالقديش شو اسمه؟ لا والله ليه والله حكينا عليه سيمونجي سيمونجي البوندي. بالله لحظه فيسع قبل خلينا نحكيو على الاتحاد نتاع الكيان المحتل يدعو الى تسليط عقوبات صارمه ضد أنس جابر بعد دعمها للقضيه الفلسطينيه. ناصر البدوي يقول في الرف ماج حتى مسانده رسميه تنجم تاثر عليهم. هات نسمعوا. اي نعم لكن نقول في مواقف كيما هذوما وقت اللي تبدا موقفك يبدا ثابت خليه على الله معناتها عادي انه باش تلقى رده الفعل ومعروفه وما ذاك علاش برشا ملاعبيه ولا ناس مشهوره ما تقعد في ليزيتاسيون نهبط ما نهبطش باش تصير لي شي مشاكل من الناحيه الرياضيه وهذا متوقع معناتها ما نتصورش معناتها حاجه اخرى تكون بخلاف هكاك وباش تفهم قداش معناتها هما ينجم ياثر فيهم كل شيء حتى مسانده رمزيه باش تنجم تاثر عليهم وتخليهم يمشيوا في قرارات اللي تنجم تجلب الانتباه نتاع الناس الكل. شكرا سي الناس اللي استانست براي. باش تنقب عين شكون؟ باش تنقب عين اللي يفعل الجهل وبنفسه ماك شجاع. لا 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 ماك شجاع يا جبان على شكون؟ يا جبان اخي مش بليل جا ضدك؟ ها؟